أحيت اليابان الذكرى 13 للضحايا الكارثة المزدوجة لزلزال 2011 وأزمة فوكوشيما النووية التي أدت لمصرع الآلاف، ووقف الآلاف من اليابانيين دقيقة صمت على ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات وتسبب في حدوث موجات المد العاتية تسونامي، ما أدى إلى غمر محطة فوكوشيما دايتشي النووية، وأسفرت أسوأ كارثة نووية في الربع الأول من القرن الحالي.